السلام عليكم. الكثير من الأشخاص يقودون السيارات ولكن من دون أن يفهموا كيف تعمل. إذا لم تتعلم بعض المعلومات عن سيارتك، محفظة نقودك ستفرق عند محلات بيع قطاع الغيار. أولا، زيت المحرك يتغير كل 7000 كيلومتر إذا كان اصطناعيا سنتيتيك. وإذا أردت تمديد حياة محرك سياراتك، بدل معه مصفات الزيت. ثانيا، تبديل مصفات الهواء كل 20000 كيلومتر، وتنظيفه بالهواء كل 5000 كيلومتر. ثالثا، يجب تنظيف صمام الخانق كل 60000 كيلومتر، اللي هو هذا البابيون أو الفراشة. رابعا، تبديل الشمع أو البوجيات كل 30000 كيلومتر أو طبقا على تعليمات الصانع. خامسا، تبديل زيت علبة السرعة كل 60000 كيلومتر إذا كانت علبة السرعة أوتوماتيكية، وإذا كانت يدوية كل 80000 كيلومتر، ودير الزيت على حساب تعليمات الصانع. وفي الأخير، لا تنسى تبديل حزام التوزيع لمحرك سيارتك كل 100000 كيلومتر إذا خرجت السيارة من عند الصانع، ومن بعد بدلها كل 80000 كيلومتر. أخير، لا تنسى تابعني في صفحتي يوتيوب حميد ميكانيك باش تستفيد من كل المعلومات.